تسافر خلاص. أصبح تسلم إيدك يا جوبا. لا إله إلا الله. يا نهار أسود، يعني فعلا الراجل ده رفع عليك قضية؟ طب والنقابة ما قالكش تعمل إيه؟ محدش قال لي حاجة. أنا كده ممكن أتسجن.
الو فريق براكونا سان ديل بس
عظيمة يا مصر. بقول لك ايه؟ ثانية واحدة بس. بعدين ما قلنا حصل خير. ما انا عايز اقول لك انا اسف بالعربي. ممكن تمسكي دي ثانية واحدة؟ ثانية واحدة. أنا متأكد إن أنتِ تستحقيها أكتر من اللي أنا كنت بكلمها. أوي أوي أوي. هو في إيه؟ بنايدن يا صديقي. أوي أوي. أنت فين بقالك كام يوم؟ عندي شغل كتير أوي في البنك. فبضطر كل يوم اروح متاخر. هعمل ايه؟ انا شاكك ان انت بتقلب البنك كده بعد ما زمالك بيمشوا. كبريت بيع. شفت بيحط الراجل القاضي؟ سمعت عنها. سمعت. طب هي قوي قوي الست في الحقيقه جامده قوي كده يوسف. اصلها في الصوت خد يعني وهم. اكيد يعني الصور ما بتكذبش. متهيألك يا يوسف غالبا الصور بتكذب وقلان الاول لما بيكون فيها حاجه صح. سلام. ايه مش هتتغدى ولا ايه؟ مش جعان. حتى لو كان القاضي يستاهل الفضيحه كل اللي بتعمله ده ملوش اي قيمه. لا 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 مش عايز. انت عايز مني ايه؟ شفتك كذا مره تحت مكتبي وعند بيتي. انت بتراقبني؟ طبعا. ليه بقى ان شاء الله؟ مش عارف هو عشان كده انا قررت اتكلم معاك النهارده. من ساعه ما شفتك وانا مش عارف ابعد عنك. بفكر فيك كتير جدا. انا عايز اعرفك اكتر. بس مش مفروض تدي لنفسك حق صاحبه مش عايز يديهولك. انت اسمك ايه؟ يوسف. كده غلط يا يوسف. ايه يا ابني البهدله اللي انت فيها دي؟ ما تعرفش تعيش في نظام ابدا؟ قوم بقى عشان انا زهقت. والله يا ابني انا اللي زهقت منك من يوم اجازتك. حق عليا. ده انا جاي لك ومعايا الخير كله والله. ايه؟ انت عارف البت ميري الفرنسويه؟ ميري صاحبتك. ايوه. اه طب. انا قررت اظبطك معاها. مش بيسموها في مصر اظبطك برضه؟ تظبطني مع صاحبتك؟ ايوه. ظبطني ما انا مريض صاحبتك. ايوه وانتوا الاثنين يلا يلا. انا طول عمري اعرف ان انت راجل واطي. انما راجل مظبطاتي دي جديده بصراحه. بيسموه ايه المظبطاتي ده عندكم في بلدكم؟ بيسموه ان انت حماره مش عايز تفهم. يا ابني افهم. اخلص. فاكر البنت صاحبتي اللي بتشتغل معايا في البنك اللي حكيت لك عنها؟ اه عارفها. اخيرا وافقت ان انا اخرج معاها. حلو. خليك جدع بقى وشيل لك الوجه الفرنساوي ده واعتبرها جميله. لا يا حبيبي انا ماليش في الجميله دي ومش عايزها اصلا. انت عارف كويس ان انا بحب انا اللي اختار. وبعدين النهارده لازم اخلص ورق الواد رامسو. واد رامسو؟ اقول لك الواجب الفرنساوي وتقول لي رامسو؟ مشكلتك يا يوسف ان انت جدع مش هيطلع لك اي مصلحه من ورا رامسو ده. يعني واحد صاحبنا وصدني في خدمه مش لازم يعني الحسابات دي كلها يا عم رشيد. وانت يعني ما بتحسبهاش يا يوسف؟ عمري. انت عارف كده كويس. كداب. انت بتحسبها في كل حاجه وفي كل خطوه بس المشكله انك فاكر نفسك بتحسبها صح. طب ما تعلمني بقى احسبها ازاي يا عم البنكير؟ اعلمك وماله؟ اه تعالى. بس خليك فاكر بقى ان انت اللي غلطت. انت لو بتحسبها صح يا يوسف كنت سالت على اهلك. كنت على الاقل يعني رحت زرتهم بعد كل المده دي يا اخي. يعني اروح الجنه يعني يا ام رشيد؟ متخيل مكتومين احسن. بعدين اللي زيك واللي زيي يعني لما يروحوا بلادهم هيعملوا ايه يعني تفتكر؟ لا هيعملوا كتير. نفترض مثلا ان اسرائيل اعلنت الحرب على مصر. يا ساتر يا رب. فالله ولا فعلك يا اخي. شفت؟ يا ابني انت وطني. جواك وطني ومش حاسس. بعدين المثل بيقول ايه؟ انا واخويا على ابن عمي. وانا وابن عمي على الحديده. ها؟ انت شكلك فايق كده ورايق وجاي يوم الاجازه تعمل لوك لوك ورغي كتير على الفاضي. رايح اعمل ورق رقصه. دي تجنينه في الاجازه. يوسف طب والراجل الفرنسي هتعمل فيه ايه؟
يا شكلها سليمة. بس انت ضامن الراجل اللي عمل لك المصلحة دي؟ يا ابني انت معاك تأشيرة سليمة، عايز ايه تاني يا رمز؟ بس برضه انا حاسس ان اخرتها هتبقى سودة. بقول لك يا جو، ما تيجي نهرب؟ نهرب ليه يا حبيبي؟ نهرب ليه؟ احنا عايشين في امن مكان في اوروبا، انا وانت هنا شبه الناس، متداريين في الشارع، محدش يحس بينا. اي بلد تاني في اوروبا وش انا وانت ده ممكن يبقى تهمة، حتى لو ماشيين جنب الحيط على فكرة. صح. بس برضه البلد دي ملهاش امان، واللي عايز مننا مصلحة النهاردة ممكن بكرة يدوس علينا بالجزمة. ده على اساس ان انت في مصر انا عايش في منتهى الامان. انت ناسي ان انت جاي هنا هربان على مركب ورا مضروب عشان ما عرفتش تلاقي شغل في مصر؟ ناسي ان انا كمان جاي هربان عشان وقفت في وش واحد مكتوب على صدره ممنوع الاقتراب؟ ما كنت اهبل ومصدق. مصدق ايه؟ مصدق يا اخي، مصدق ان ممكن ناس تراهن بعمرها كله عشان خاطر مبادئهم ولا يكشفوا حقيقه واحده للناس. بس الحقيقه الراجل ما قصرش خالص، بعد ما كشفت قدام الراي العام وقدام الناس كلها اترفدت. وكل ما اروح اشتغل في جورنال تاني الباب بيتقفل في وشي عشان بتاع مشاكل وبكشف حقيقه للناس. وتهددت بقى ان اتاذي انا واي حد قريب مني، فقلنا نمشي بقى نجرب حظنا في اي بلد تاني. اشكر ربنا. هو انت دلوقتي عايش ملك، فلوس وجنسيه وورق مضروب زي حالاتي. بقول لك ايه، اشوفك في البار. شكرا يا جو. يا ليلي ليلي ليلي، يعني خلاص نويت تسافر؟ يا ليلي خلاص بعدني. لا اله الا الله. يا بتريد تشتغل يا ريم؟ بجد مش ممكن، يعني حياتك بقت كلها شغل يعني. اتفضلي. طبعا في وسط انشغالاتك دي كلها نسيتي اهم يوم في حياتك، عيد ميلادي. رغم جنانك ده ورغم ان انت قعدت من غير ما تستأذن، بس معلش كل سنه وانت طيب. قوي قوي. كل سنة يا ريم طولتي في قلبي وفي عقلي ومفروحة. ايه يا بابا؟ مساء الخير. اتفضلي. وايه ده كمان؟ ده بقى يا ست الكارت اللي انت هتقدميه لي بعد اسبوعين من دلوقتي، هتقولي فيه ان انا اسفة ان انا كنت بعاملك بكل برود وبكل غلاسة، وهتقولي كمان ان انا فعلا بقيت معجبة بيك جدا، مش عارف انام من غير ما افكر فيك، منبهرة بيك. منبهرة؟ ده طبيعي طبعا. أما بالنسبة للساعة اللي معاكي دي بقى هتقدميها لي النهاردة الساعة 9 في العنوان ده، أوكي؟ وأنا بقى عايزك تتأخري يا ريم عشان لا يبقى في فسح ولا خروج ولا أي حاجة، ماشي؟ ده طالع مجنون بجد. غناء بقى المره دي على البنات ولا على لعب الكوره؟ لا ده ولا ده يا بابا،
احنا كنا في مظاهره. نعم يا اخويا مظاهره جرايه يا ولد. انت عاوز تودي روحك في داهيه وتودينا وراك وعند شمس؟ يا بابا المظاهره كانت جوه جامعه. وبعدين لما حصل وبعدين ايه وبعدين ايه مالك انت ومال المظاهرات؟ دول عايزين يهدوا المسجد الاقصى، وكل اللي احنا بنعمله ان احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون. وانت بقى لما تطلع في مظاهره هتحرر فلسطين يا خي؟ ادينا بنقول اللي في نفسنا وخلاص. انا متاكد ان يوسف لو كان موجود كان عمل كده وزياده. انت فين وخوك فين؟ انت فاشل. امشي يلا امشي، انا اخش اوضتك واعمل حسابك. لو طلعت في مظاهره تروح بيت تاني، هنا لا اوعى رجلك تعدي بالبيت تاني. ايه بتحشيني على ايه؟ في ايه يا ساتر؟ يا حول ولا قوه يا ابني العظيم. محمود كبر يا عمر، طلع دمه حر زي اخوه. بس ما تقوليش زي اخوه، يوسف اخوه بطل بيغطي اخبار العالم كله، الكوارث والحروب والنكبات، مش زي العيال الهايفه بتوع اليومين دول. العيل ياخد مصروف من ابوه ويقول لك انا طالع مظاهره. انت مش شايف ان يوسف اتاخر قوي في السؤال على اهله؟ دول سبع سنين، سبع سنين بحبه ما نعرفش عنه اي حاجه غير تليفون كل كام شهر. برضه مكتر خيره يا يوسف، لولا الفلوس اللي هو بيبعتها لنا كل اول شهر ما كناش عرفنا نكمل التعليم المحروس اللي جوه. بس هو ان شاء الله هيجي باذن الله هيجي. معلش ما تاخذيني، يمكن انا عم تقلع عليك يا ليال مشان مشاوير تبع ملكه. مش مساوي ما بدي اشوف اكثر من مرات اللي اتفقنا عليها. لا ابدا يا فندم، لا تعب ولا حاجه، انا بس خايفه مدام كريستين تتضايق من وجودي دايما مع ملكه. كريستين وراها شغله وحياتها، بعدين هن ما كتير بيفكروا بعواطف امتنها. في شيء تاني؟ ايوه يا فندم، عايزه حضرتك تشوف الدمو بتاع الدواء كتير. انت مالك انت والفسحه بنت؟ ما يفسحها هو. مالي ازاي بس؟ الراجل طول النهار في اجتماعات بره المكتب، انا نفسي ما بحضرهاش. طبقتها عملتها هو شنت. اي مستر عبدون صباح الخير. حاضر يا فندم تبع خير. اوكي مستر عبدون تحت امرك، باي باي. عايز افهم بقى حكايه عبدون. مش حكايه ولا حاجه. لا في بطل القمص ده، كل الموضوع ان الراجل معتمد عليا في كل حاجه في شغله يا يوسف. يا حبيبتي المفروض الحاجات دي تكون جوه وقت الشغل، لكن بره وقت الشغل ده بتاعنا وانت بس لوحدنا. بعدين هو دلوقتي هتلاقيه قاعد في بيتهم بيتفرج على ولا قاعد في بيتهم ولا حاجه. الراجل عنده اجتماع مهم جدا مع رجال اعمال من روسيا. روسيا؟ مش روسيا بس، علما ده بيقابل ناس كتير طول الوقت. Yeah. الراجل ده شغله متوسع جدا. المهم ما قلتليش، مبسوط في شغلك ولا لا؟ مبسوط لدرجه ان انا مش متخيل اني ممكن اعمل حاجه تانية غير ان ابقى مصور صحفي. اتفضل. ايوه بس متهيألي في الشغلانه دي اللي انت بتحكي عنها يعني حاسه انها كده ما فيهاش استقرار. مش مسألة لا يا اخي استقرار. يا معلم. ايه ده؟ أول مرة ألاقي معاك بنات محترمين يعني. كريم عربية زينا على فكرة. ده طول عمرك تعرف بنات محترمين. رشيد يا ستي صاحبي الوحيد في تركيا، مش عشان حاجة غير عشان هو الوحيد اللي أنا أعرفه هنا. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. ميرسي قوي ربنا يخليك. عايزين حاجة؟ تشكر يا دريم. حاجات. تشكرات يا دريم. حاجات. جوبا ده يا ستي اسمي لما كنت في الجيش ورحت تبع الوحدة المصرية لقوات حفظ السلام في الصومال. بس معناها ايه جوبا دي؟ جوبا ده اسم نهر في الصومال، في بلد ليها نفس الاسم. النهر ده معروف ان هو هادي جدا طول السنه، بس كل فتره بيحصل له فيضان بيطلع منه تماسيح كتير جدا بتاكل وتدمر كل حاجه حواليه. ولو دخلتي في المعجم او القاموس وقلتي جوبا هتلاقي يعني القناص شديد الاحتراف اللي هو القوي قوي يعني. وانت علاقتك ايه بالتماسيح والقناصين والحاجات دي كلها؟ اقول واحنا في قوات حفظ السلام كنا عساكر من بلاد كتير قوي، ومره مجموعه من العساكر الامريكان اتحصلوا من المتمردين اللي احنا المفروض ان احنا بنحاربهم يعني. فقائد الوحده بتاعتنا امرنا، بس جه لي انا بشكل شخصي يعني وشوشني كده وقال لي عايزين نخلص الموضوع ده معانا. قلت له قوي قوي، رحت واخد ساتر. واخدت الساتر ده كان ايه؟ ولا حاجه، الموضوع خلص والحرب خلصت. طب المهم اقصد ان الحرب خلصت يعني كل حاجه انتهت، بس انا تقدري تقولي ان كل خبرات الرمايه اللي كانت عندي استغنيتها في العمليه. اتفضلي اتفضلي. قوي قوي. انا كان معروف عني ان انا هادي جدا، يومها القائد بتاعي قال انت عامل زي النهر، نهر جوبا يعني لما بصور، ومن يومها لبس فيها الاسم ده. ايه جوبا؟ اتفضل. ايه ده؟ ده اعتراف منك ان انت كنت داخل الحكايه في الاول هزار وصياع، بس اتقلب بجد وحبيت.
شوف بقى هتدهولي امتى. دلوقتي حالا ما اقدرش اخره اكتر من كده. تادا تادا. يطلع ايه بقى؟ دي الهدية اللي المفروض كنت تجيبها لي اول ما حسيت ان انا بحبك. ما كانش لازم تستنى لما اقولها دلوقتي. جوبا دول. انا بقالي سنين في البنات عمري ما شفت الاماكن دي حلوه قوي كده. انت بتعمل ايه عشان تخلي كل حاجه حلوه كده؟ بصي هتلاقي كل حاجه حلوه. رحت لحد فين؟ لحد اهلي في رام الله. بتهيألي لو عرفوك كانوا هيحبوك قوي. انت عمرك ما حكيتي لي عنهم. يعني ما جاتش فرصه. في حاجات بسيطه قوي بتبقى صادقه قوي رغم ان كلها مش بجد. يا ريم كلامي غريب النهارده مش فاهم. افهمك. انا ام مصريه وأبويا فلسطيني وأنا عندي 4 سنين تقريبا. أبويا استشهد في مسبحة من مذابح الإسرائيليين فرباني عمي الشيخ سليمان. يعني أبويا اللي رباني مش أبويا. وأختي لما مش أختي تبقى بنت عمي. وأنا عندي 15 سنة تقريبا سافرنا أنا وأمي وجينا على هنا. ومن حوالي 4 سنين اتوفى. شفت حياتي ملخبطة ازاي؟ اغلب الحاجات اللي فيها مش حقيقية خصوصا الحاجات الحلوة. يوسف انت بتحبني؟ طبعا. ليه تسألي بشكل كده؟ عشان انا بحبك قوي.
ايه اللي حصل ده؟ مين دول يا يوسف؟ مش عارف. خلي بالك من نفسك. انا اديت لهم رقم حسابك عشان يحولوا نص الفلوس زي نظامك كل مره. وبعدين اخلص. قالوا لي ان حد منهم يظهر عشان ياخد الصور وبعدين ناخد نص الفلوس التانيه. مين دول بقى؟ معرفش. تليفونات كتير، ايميلات، رجاله، ستات، عادي يا يوسف زي نظامك كل مره. انت عمرك عرفت مين اللي بيشغلك؟ المره دي غير كل مره. اري مستر عبدون اختفى من الظهر وقافل كل تليفوناته. كان معاه سواق واحد تاني بس ولا واحد فيهم رجع لحد دلوقتي. ما تقلقيش يا ريم، هيروح فين يعني؟ اكيد هيظهر. طبعا لازم اقلق، عمره ما اختفى بالشكل ده. طب ممكن تهدي؟ اهدي، انا عندي مشوار خلاص وهرجع اكلمك. باي. رايح فين يا يوسف؟ رشيد لازم يفهمني كل اللي بيحصل ده. ورشيد ايه علاقته بكل ده؟ رشيد انت فين؟ مفيش وقت يا يوسف، تعالى بسرعه ارشح لك كل حاجه. رشيد انت تعرف عبدون منين؟ يا يوسف مش وقته، قلت لك تعالى بسرعه يا اخي. مصنع مهجور ده باخر طريق مطار. طب حاضر حاضر، جاي على طول. انا عارف عارف، جاي على طول. مع السلامه.
مستشيق. لازم تهرب دلوقتي. يلا بس اوعى ما تفكر ترجع البيت تاني، انت فاهم؟ اوعى مش ممكن اسيبك. ايش زيه بتموت كل يوم. أنا اللي قتلت رشيد. رشيد مات بسبب شغلي. يا ريت كلنا نموت بشرف زيه. رشيد مات شهيد. شهيد؟ يعني إيه شهيد يعني؟ إزاي؟ مين اللي قتل رشيد؟ معلومات سرية ما اقدرش اتكلم عنها مع اي حد. سرية ايه وحد ايه؟ انت تتكلمي دلوقتي حالا. انت كنت تعرفي رشيد وازاي ما كنتش اعرف؟ ما كانش ينفع تعرف اي حاجة لانك كنت عنصر التأمين في عملية مهمة جدا من عمليات المقاومة. مقاومة ايه؟ انا ورشيد كنا مراكز اتصال لاكبر خلية من خلايا المقاومة الفلسطينية في تركيا وجنوب اوروبا. يعني مين اللي قتل رشيد؟ عبدون. لان رشيد اكتشف خيانته ومن ساعتها كلنا معرضين للخطر، حتى انت. انا وانا يا اختي انا مالي ومال البطولات والافلام اللي انتوا عايشين فيها دي؟ انا مالي؟ انا نسيت صح، انا كنت مسؤول التامين في العمليه. مسؤول التامين. انا جالي الطريقه دي كلها. انت فعلا كنت عنصر التامين في العمليه. وعبدون كان يعرف ان رشيد بس هو اللي في المقاومه، وانا كنت مسؤوله ان انا اراقب عبدون وامن الصفقه اللي هو كان وسيط فيها. بعد كده لقيت تصرفاته معايا غريبه قوي. صرخيت كلمني وقال لي ان عبدون ابتدى يشك فيا وده سبب تصرفاته معايا. طلب مني ان انا اكون طبيعيه جدا، وهو كمان اللي اقترح ان هو ياجرك علشان تصور العمليه. اه يا رشيد الصوره وصلت. احفظ وشي كويس عشان لما تقابليه. كله تمام يا رشيد، انا اديته الميعاد بعد بكره الصبح الساعه 10 في قلعه رومبلي. تمام يا ريم، ربنا معانا ان شاء الله. وانا اللي اتصلت بيك عشان اديك ميعاد ومكان العمليه. عبدون قدر باتصالاته وعلاقاته بتجار سلاح كبار قوي في روسيا وشرق اوروبا انه يفتح خط تجاره سلاح من جوه اسرائيل نفسها،
وده عن طريق تجنيد ضباط الجيش الإسرائيلي. واستلم عبدون من رشيد تمن الصفقة وسلموا شفرة فيها أماكن تسليم السلاح ومعلومات تانية سرية جدا. المعلومات دي عن طابور خامس خاونة داخل المقاومة الفلسطينية، والمعلومات دي كلها لازم توصل للناس اللي مستنيينها دلوقتي. طب وبدل ما رشيد يتقتل يعني عشان المعلومات دي توصل، ما سمعتوش حاجة اسمها الميل؟ لأن رشيد الله يرحمه اكتشف في الفترة الأخيرة أن كل عناوين الإيميلات اللي بنبعت عليها مترقبة. لازم نمشي من هنا دلوقتي حالا، أكيد هيجوا عشان يصفونا. لا من هنا تعالى. سلام ما تضرش بسببك. تفتكري انت بتخططي لكل ده انت ورشيد كان يهمكوا حد تاني غيركم؟ احنا كل حاجه بنعملها كانت اساسا علشان الناس غيرنا. واضح فعلا انكم بتعرفوا تخططوا. واضح. اهم حاجه ان المعلومات اللي حياتنا بتضيع عشانها توصل للناس اللي فعلا محتاجينها. المعلومات الخاصه بالسلاح والمعلومات التانيه اللي اخذها رشيد او اكتشفها عن ناس عندنا في المقاومه الحمد لله كلها في امان لحد ما خطا. تاخديها منين؟ منك. الميموري كارد معاك انت يا يوسف. هو ده الكارد. ليه رشيد شاله معايا؟ لانه كان عايز يامن الكارت ده باي شكل، ووجوده معاك كان احسن طريقه نحافظ بيها عليه. رشيد كان متاكد ان انت بالذات صعب جدا اي حد ياخد منك اي حاجه، خصوصا لو ليها علاقه بشغل، عشان كده هو اللي حضر لك شنطتك طلب منك تروح له. لكن للاسف الحقيقه يا دكتور وهوصلك. تفتكر بقى المعلومات دي ايا كانت تستاهل انه يموت؟ تستاهل ناس كتيره تموت بسببها. اللي موجود هنا احتمال ما يحررش الوطن، لكن اكيد هيخلي الكفاح يستمر. ريم انت مصدقه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ده شغل دول، اجهزه مخابرات، مش ناس زينا. والوطن ايه غير ناس زينا؟ انا وانت ورشيد الله يرحمه، ناس عندهم قضيه مؤمنين بيها. وتفتكري بعد التمثيليه اللي عملتيها عليا انت ورشيد انا ممكن اصدق اي حد خصوصا انت؟ ما تنساش ان انت كمان كنت بتنفذ شغلك، شغلك اللي عمرك ما عرفت هو بيهد مين ولا بينصر مين. مش عبدون كان التارجت الجديد بتاعك واللي كنت عايز تستغلني عشان توصل له؟ انا انت ايه؟ انت مشروع بطل. رشيد كان دايما يقول عليك كده، بطل لو لقى نفسه مش بس حياته اللي هتتغير، حياة كل الناس اللي حواليه ممكن تتغير. في حاجة واحدة بس عايزك تتأكد منها، إن كل حاجة بينا كان فعلا متخطط لها. لحاجة واحدة بس. أنا مش هسيبك. كانت وسيدرة رشيد ليا إني أوصل المعلومات دي لأهلنا في رام الله. دلوقتي دي وصيتي ليك أنت يا يوسف. دي أمانة يا يوسف. وعدني إنك توصلها. أوعدك. أوعدك. اسأل على الشيخ سليمان العابد في رام الله. الشيخ سليمان مش أي حد تاني. خد السلسلة دي يا يوسف، هتفكرك دايما بوعدك ليا. كان نفسي أموت في بلدي. مش
مش قلت لك كل حاجة حلوة في حياتي مبتبقاش بجد؟ ريم 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 لا ريم ريم لا ريم 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 رد على ريم استنى ريم ما هو من لا ابن الكبير ينسى ابن الصغير بس يا واد انزل انده بابات من على القهوة زمان وخلص شغل هو استنى حودة انا جاي معاك رايح فين عند ابو ما تتأخرش يا حبيبي يلا يلا حلاوة ايه يا عم بص وريها حياتك بقى بطل بتاع الجلكه واحد جهنم الحمد لله الحمد لله على السلامه تعال اعرفك بقى باصحابي الدكتور سمير اللي شاف الاستاذ احمد الاستاذ حسن دي ابن يوسف اللي بيغطي الاخبار اللي في التلفزيون بجد اخبار الحروب والكوارث والنكبات اللي بتحصل في العالم كله والله والله بيشوف الموت في كل لحظه بس ربنا نجاه عشان اشوفه تاني والله ربنا نجاه طيب بالاذن بس راجعين تاني ها هنيجي نكمل يلا يوسف كان نفسي بلد. ريم استنى ريم 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 يا ابو يوسف بسم الله الرحمن الرحيم مالك يا حبيبي كابوس ده ولا ايه خلاص الحمد لله الحمد لله صحيح لحد دلوقتي اصلك وحشني قوي يا حبيبي دول 7 سنين بحلوه وما شفتكش مش مصدقه انك قدام عيني تعال تعال يا حبيبي نام بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير صباح النور يا بطل صباح الفل يا حبيبي يلا عشان تفتح ولا مش في الفطار ده ولا ايه الطعمية السخنة بعدين مدام الحنان قطعها بعضها كده ما تقليله الطعمية في البيت احسن من البرمطة دي يا واد بطل ده ما انت عارف ان اخوك بيحب طعمية الشارع تأخرت ليه يا محمود؟ استنيت على بال ما الراجل قلب طعمية وقفت مع صحابي شوية. حضرتك تسخن بقى وتيجي معايا تصور اللي هيحصل النهارده. ايه اللي هيحصل النهارده؟ انا عنده مظاهرة كبيرة قوي بعد الصلاة من جامع الأزهر. مظاهرة ليه؟ ليه؟ أنت مش سامع اللي بيحصل في فلسطين؟ ما شفتش اللي بيعملوه الإسرائيليين؟
بتتردوا في ايه؟ لا ابدا ده انا بعرف الكابتن بس من صلاه الجمعه ركعتين. انت عارفه بقى بلاد بره الحاجات كلها متغيره. دول بيدبحوهم زي الفراخ يا جدع. الو ايوه يا حبيبتي قشطه قابل يا معلم. ازيك انت يا امي؟ ده انت يا حبيبتي اللي وحشاني قوي. انا؟ لا انا بقيت عالي العالي. اصلك ما تعرفيش من هنا. الحاجات دي اكيد عليها بلاوي يا ريس. حاجات ايه؟ يا عم دي كلها صور شغل. لا ان احنا نازلين نصلي كنت قعدت اتفرجت على الحروب والحاجات الجامده اللي انت مصورها هنا. حروب؟ قول لي يا محمود، هي امل لسه بتسال على ماما يعني وكده؟ اكتر من الاول، مع انها اتجوزت ما انت عارف. ياه انت لسه بيقولوا لك عجوبه؟ قريب انت عاوز تتحبس مظاهرات تاني تاني؟ ايوه تاني وتالت ومليون كمان. ياد نكبر ويعقل هتفضل طول عمرك كده فاشل؟ يلا 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 قول له يلا نطك يلا. يا ساتر يا رب. اهدى يا شيخ ابوس ايدك ابوس ايدك يا يوسف عقله وهديه يا ابني الله يهديه. ممكن تهدى؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا محمود بابا خايف عليك من السياسة والمظاهرات والكلام ده. خايف عليا من ايه؟ اني اقول او اعبر عن رأيي اللي انا حاسس بيه؟ شوف انت ناجح ازاي في شغلك وفي حياتك. انا كل اللي بحاول اعمله اني ابقى زيك. ومع كل ده انت بطل وانا فاشل. لا 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 انت مش فاشل، انت زي الفل زي الفل يا حبيبي، انت احسن مني بكتير. والله انت احسن. هتفضل واقف بره كده كتير؟ ازيك يا ازيك يا يوسف؟ حضانه؟ اه حضانه، بقالك مستغرب قوي كده. يعني انا فاكر انك ما كنتش بتحب الاطفال خالص. فاكره لما كنت بتقولي مش متخيله حتى انك تبقي ام؟ يا سيدي كل حاجة بتتغير، وبعدين ما انت كنت بتحب الكتابة والهدوء، ودلوقتي مصور حربي. مش مصور حربي برضو زي ما طنط بتقول؟ اه بس مفيش حاجة بتفضل على حد، كل حاجة بتتغير. مالك يا يوسف؟ مفيش يعمل، بس يعني حاسس اني محرج منك شويه. بقالي كام يوم هنا وكان المفروض اسال عليكي اول ما وصلت. ليه المفروض؟ قصدي انا مبسوطه طبعا اني شفتك، بس مش متضايقه ان ده حصل دلوقتي. بس ها احكي لي بقى. احكي لك عن ايه؟ عنك يا يوسف. انا سنين لقيتها بره، شغلك حياتك نجاحك. طب ما تحكي لي انت مبسوطه انا؟ الحمد لله. طبعا اتضايقت شويه بعد ما سيبنا بعض وانت سافرت بره، بس بعد كده قابلت مروان حبينا بعض واتجوزنا وخلفت جنة. بابا توفى من سنتين الله يرحمه. الله يرحمه. الفيلا هنا كانت مقفوله، مروان عرض عليا ان انا اشتغل، ففكرت في موضوع الحضانه. بصراحه مروان فيه ميزات كتير حلوه قوي، اهم حاجه انه راجل قوي. فهمني يا يوسف، ما بحس اني مطمنه اني مرتاحه. عارف لما حد ممكن يشيل عنك اي عبء في اي لحظه؟ عارف الاحساس ده؟ واهم حاجه للست هو الامان. متزعلش مني في اللي هقوله، انت لما قابلتك مشكله هربت، وده عمره ما بيدي الامان لحد بيحبك. ايه ده كله يا عم شريف؟ يا عم كل، هو انت كنت تحلم تشوف الحاجات دي وانت مسافر؟ على رايك، عشان لما اقول لك ان انت هتموت وانت بتاكل كنت ما تصدقني، مع انه ما بانش عليك على فكره. مش هتاكل ولا ايه؟ ما اكل شريف. هو الاكل يكون فيه حاجه؟ لا لا والله، بص اقول لك الصراحه، بس ضغط والكوليسترول دول مقدور عليهم يعني، انت عارف في المستخبي، بس السكر بقى يا معلم ده اللي ما تهزرش معاه. انت جالك ضغط وكوليسترول وسكر؟ من ايه؟ مفيش يا عم، ايام حادثه العربيه بعد ما انت سافرت بيجي سنه كده ولا حاجه، اكتشفوا هم بيحطوا لي الشرايح والمسامير ان انا عندي ضغط وكوليسترول وسكر وشويه حاجات كده تانية. دوس بس انت دوس طول عمرك مهمل في نفسك. المهم اقول لك
اخبار الشغل ايه؟ ماشي، انت عارف السياحه في مصر يعني حبه فوق وحبه تحت، بس المطعم ماشي الحمد لله. ماما قول لي انت مبسوط؟ جوازك اخباره ايه صحيح؟ جوازي انا مش متجوز. مش متجوز؟ امال يا ابني بتدوب جنسيات تركيه ايه؟ مش انت لازم تكون متجوز واحده من اهل البلد عشان تاخد الجنسيه؟ ما خدت الجنسيه زي ايه؟ حاربت معاهم ولا ايه؟ لا يا راجل حاربت ايه؟ ده كنت قدمت خدمات انا للبلد هناك فادوني الجنسيه يعني. انت على كده بطل بجد بقى يا معلم. وابوك لما كان بيجي لي مع الواد محمود وقعد يحكي لي عنك وعن بطولاتك، ده تقريبا ما كانش بيقصر بقى. عارف يا يوسف؟ انا عليا هنا مصاريف وشيكات واقساط وبلاوي متلتله. بس انت بقى يا معلم لو فكرت تشاركني ونفتح مطعم عندك في تركيا، يا نهار ابيض، انا مستعد اشتغل ليل مع نهار عشان اوفر فلوس دي. انا في الشغل قلبي ميت، ما اعرفش. يا عم ارحميني، هتقول لي بس نفتح هناك هشتغل لك ليل مع نهار اوفر فلوس دي من تحت الارض. وبعدين بص احنا مش لازم نفتح حاجه كبيره يعني، نفتح هناك مطعم صغير كده. حسن من يوم ما جيت انك مش مبسوط. ها انا زعلان من نفسي قوي يا ماما، حاسس اني وحش قوي. كويس، طالما عارف انك كده يبقى اكيد متاكد برضو انك ممكن تبقى كويس. ليه بابا قال عني اني بطل؟ ليه كلكم افتكرتوا اني ناجح وعظيم؟ ماما انا ما عملتش اي حاجه تشرف من ساعه ما سافرت، انا مجرد انسان فاشل وكذاب. عنين السنين دي كلها على انك بتضيع عمرك هدر؟ مش عارف. بس انا بقى عارفه، رغم ان انا مش متعلمه لا زيك ولا زي ابوك ولا اخوك. عارفه ايه يا ماما؟ عارفه اللي عايز يبقى محترم بيبقى، واللي عايز يعمل الصح بيعمل، وعارفه ان كل ابن زيك كده ممكن يبقى بطل بجد في عنين امه وابوه واخوه. ارضي ضميرك يا ابني واعمل الصح، خليلك هدف في الدنيا واعمل المستحيل علشان توصل. حاسس اني صغير قوي قدام نفسي يا امي. وهتفضل تصغر كل يوم لو ما راجعتش نفسك. الفشل يا ابني مش انك ما تنجحش، لا، الفشل انك ما تحاولش. يا رمز، اخبارك ايه؟ تمام. بص عايزك تحجز لي تذكره بعد بكره على تل ابيب. فين يا ريس؟ تل ابيب. لو سمحت بيت الشيخ سليمان العابد هيك من هون كده؟ ايه.
السلام عليكم. مساء الخير. انا بسأل على شيخ سليمان العابد، مش ده بيته؟ هو موجود؟ مش موجود؟ جوبا؟ انت جوبا مش هيك؟ كيفك يا يوسف؟ الحمد لله على السلامة. ريم وصلت لياك بالضبط. انت يا لما اختها لريم، قصدي بنت عمها، اكيد هي حكيت لك صح؟ حكيت لي طبعا. ازيك؟ الحمد لله. انا بس على الشيخ سليمان، في حاجة معايا عايز اديها له عشان تشوف الشيخ سليمان. هي قصة كبيرة بدها ترتيب وتظبيط. يلا يا اولاد بسرعة ضبطوا غرفتكم عشان نروح. شيلك من هالحكي هلا، انا لازم اوصل الاولاد للشارع اللي بجنبنا. يلا 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 بسرعه، يلا يلا ما تتحركش من هون. يلا يا خالد، يلا يلا يا حبيبي، يلا بسرعه. يوسف هي ريم وينها؟ ريم طب لما ترجع بحكي لك. طيب يلا ضلوا نروح. يلا عشان فيش ضحايا كتير. ايش فيكي؟ منى خالد، عسى خالد مش معانا. خالد؟ في ايه؟ في ولد لسه برا لازم اوصله. خليك هنا انا هروح اجيبه انا. لا انت لازم تضلك مع الولاد. انا عايز البندقية دي. ليش؟ وعايز حد يرمي الأمام اللي هناك دي على الارض. ليش؟ بسرعة ابو حسن، بدنا بارودة وعملنا تغطية. حدش يتحرك من هنا.
اشوف الشيخ. سامحني على اللي صار معك اليوم، بس هي ترتيبات أمنية. على فكرة عشان الشيء اللي عملته اليوم حتشوف شيء أكبر بكتير. خليك هون حجيب لك بقية أغراضك. مش قد المقام خلص. عارف انت اللي عملته اليوم هو اللي خلاك تشوف ابوي، ولا تكون مفكر يعني الحكايه سهله ولا اشي. احنا لنا الشرف، بس هدول الاسرائيليه حاطينا بدماغهم هالايام. ابوي اللي كنت بتسال عنه الصبح هيك بيعتبروه الاسرائيليه من اكبر قيادات المقاومه الفلسطينيه كلها. يابا هذا جوبا اللي حكيت لنا عنه ريم. شرفنا يا يوسف. شرفنا شيخ. اللي عملته مع اخواتك اليوم بيرفع الراس. انت بطل، انتوا الابطال يا عم الشيخ، عشان عايشين في الجو ده اصلا. ايش بنسوي يا يوسف؟ احنا بدنا نفهمهم، صار لنا سنين بنحاول، بس هم بدهمش يفهم. يفهموا ايه؟ مع كل التواريخ اللي بتتغير في حقيقه واحده مش مجال تغير. حقيقتي انه احنا الباقيين مش هم. اذا حدا منهم حب يبقى غصب عنا رح نخليه يبقى، بس تحت الارض مش فوق الارض. هاي يوسف، كنت سألت عني. أنا معايا ميموري كارد عليه معلومات مهمة جدا. ريم ورشيد وصوني أوصله لك شخصيا. صحيح يا يوسف، هي ريم وينها؟ ريم ورشيد تعيشوا أنتوا. بعد ما اكتشفوا خيبة عبدون صفاء واحد ورا التاني، وللأسف ما قدرتش أنقذ أي حد فيهم. ولا حتى قدرت أعرف مكانه فين. العمار بيد الله. أنا آسف، بس كان لازم أقول لكم. الله يرحمهم. ريما كانت مثل بنتي. عارف يا شيخ، ما هي ما حكت لي. كتر خيرك يا عبدي. علي يا شيخ، دي حاجة بسيطة يا ابني. هذا شيخ بسيط، حياة ألاف الناس متعلقة فيه. على كل حال لازم تضل معنا كم يوم لحتى يهدى الوضع اللي خربطته يا بطل. ريما ماتت شهيدة ريما الفاتحة. على إذنك. Thank you.
أنا كنت فيه، أنا كنت تايح، عليا كان غمضي، كان عقلي واقف وكنت شايف الحقيقة بنص عين. أنا كنت فيه، أنا كنت تايح، وعليا كان غمضي، كان عقلي واقف وكنت شايف الحقيقة بنص عين. وتريني باصص عالحياة من برا، كأن عمري ما شفتها ولا مرة. وتريني باصص عالحياة من برا، كأن عمري ما شفتها ولا مرة ولا مرة. أيام وفيها حاجات شايف اللي شافها، مليون حقيقة الواحد متأخر كشفها. بأمل وقصدها سد ما فيش هروب، شوفوا قد ايه ورد يبيد، دول لو حجر ده كان يدوب. وتريني باصص عالحياة من بره، كأن عمري ما شفتها ولا مرة. وتريني يابا بترجاك ما تفكرش بهاي الطريقة. انت متخيل ايش ممكن يصير لي لو انت سمعك اشي؟ وانت متخيل ايش رح تكون حالتنا لو جبناش السلاح اللي اندفع حقه من جهد وتعب الناس؟ متخيل ايش رح تكون حالتي وانا شاكك بكل رجالي الا واحد بس هو اللي بيحرسني برا؟ خلص يابا ابعت عمال، اعتبرها عملية فدائية. هو مش رح يعترض لو انت طلبت منه هيك. انا رح اعترض. عمليات تسليم السلاح لاحتياطاتها. الناس اللي رح يسلمونا السلاح عندهم بيعرفوا الاسماء اللي ممكن نبعتهم. غير هيك مش بس مش رح يسلموا السلاح، رح يقتلوا اي واحد هم مش عاملين حساب يشوفوا. بس انت عمرك ما استلمت سلاح قبل هيك. الكل بيعرف اني انا المخطط وانا ورا الاتفاق، عشان هيك لازم اروح. يعني خالد ده يتيم؟ اه مش بس هو، اللي زيه وطالب رح يكونوا زيهم اكتر بكتير. عنك انت ضيفنا يا سيدي. هاي هي بلدنا، عشان ناس تعيش لازم ناس كتير تموت. بلد غريبة اوي. قصدك حقيقي اوي؟ اصلك لسه ما عرفتهاش في البلد؟ الحقيقة لما تعرفها وتعيشها زينا حتلاقي نفسك ترمي روحك بالنهار الصبح وترجع بالليل تقعد تحكي حكايات لخالد ولزيهم. ما لي كلام ولا اشي. سلامتك شيخ سليمان. كويس وحياتك، عندي خايفة عليه كتير.
من ساعة المعلومات اللي انت جبتها وهو مصر يخلي الحمل كله علي. خير يا لم، طمني. سامحني بس المعلومات اللي عندي سرية وما اقدرش اتكلم عنها مع حد. نفس الجملة دي سمعتها من ريم الله يرحمه. بس طمني، حريم قبل ما تموت قالت لي كل المعلومات اللي موجودة على الكارت. لهالدرجة كانت بتثق فيك؟ احكي لي، ممكن اقدر اعمل حاجة. يابا يوسف بده يشوف حضرتك. لا تقلق يا عمار. يا مرحبا يوسف. ايش؟ هل بدك تسافر؟ لا، ناوي تطلع معاك عملية تسليم السلاح. لما بتثق فيا، وكمان ريم ورشيد الله يرحمهم كانوا بيثقوا فيا. شيخ سليمان، أنا كنت عارف كل المعلومات اللي موجودة على الكارت قبل ما أجي هنا. وأنا كمان واثق فيك يا يوسف. أنت أديت المهمة المطلوبة منك على أكمل وجه. بس هاي المعركة مش معركتك. هاي معركتنا. وأنت ضيف هون. كنت ضيف. لما كنت بتفرج على النشرة بتأثر شوية، بعد كده في التلفزيون. بس بعد الحقيقة اللي عشتها هنا، إحساسي إني ممكن أعمل حاجة لأول مرة يكون ليها قيمة. إحساس إني مبقتش صغير. مبقاش ينفع بضيف. شيخ سليمان، أنا هاجي معاك العملية اللي جاية، راجل من مجموعتك. إذا سمحت. Rega.
رشيد. قولي لا، انا زيك بابا في الاخر، بس انا عمري ما بط من دم اهلي وبلدي. مش قلت لك قبل كده ان حساباتك دايما غلط؟ انت ما تعرفش الشيخ سليمان ده كان ثمنه كام؟ طب وريم؟ ريم مالها؟ كان لازم تموت عشان دورها في اللعبه ده بالظبط زي عبدوش. لازم اللي يفضل ماسك الخيوط كلها شخص واحد بس. حتى لو كان هيلفها حوالين رقبة التاني. فهمنا يا يوسف؟ عارف يا يوسف مشكلتك انك جدع، بس كان عندك المره دي بقى دخلتك في لعبه اكبر منك. ده بيزنس يا حبيبي، والبيزنس ما فيهوش حاجه اسمها لا وطن ولا دين. يعني اللي هيدفع لي اكتر هيبقى حبيبي. فهمت يا يوسف؟ اسمها خيانه. ارمي المسدس. رشيد، في حاجة اسمها وطن وحاجة اسمها دين، وكمان في حاجة اسمها صداقة. أنا عيطت عشانك يا أخي. اشمعنى أنا رشيد؟ وما كانش ينفع حد غيرك يا يوسف. أنت أقرب واحد ليا في الدنيا كلها. أنت صاحبي، وأكيد ما كنتش هتسيب دمي يروح حد. وإيه اللي خلاك متأكد إني هاجي؟ طول عمرك جدع يا يوسف. كنت متأكد إن بعد موت يموت ريم إنك هتيجي لحد هنا عشان توصل الأمانة. كويس يا أمي، عمري ما كنت كويس زي الأيام دي. أنا في بلد حلوة أوي وأهلها ناس عظام وطيبين، بس خلاص
هما مش محتاجين ان احنا نصورهم اكتر من كده. هما محتاجين اننا كلنا ندخل معاهم في الصورة. لسه الصورة ناقصة. بس لازم تكمل.